هذا وتحتل العلاقات بين البلدين اهتماما بالغا من قبل الشارعين البحريني والمصري، اذ تبرز هذه العلاقة العديد من نقاط الالتقاء والمساعي المشتركة في تعزيز التعاون على كافة المستويات. العلاقات المصرية البحرينية لا تحتاج إلى تأكيد، فهي قوية الحمد لله ومتينة، ليس من الآن وإنما من عشرات السنين. هذه أولا، وهذه الزيارة تأتي في هذا الوقت لها دلالة مهمة، إن هي تأتي أولا توحيد الصف العربي في وجه التحديات التي تواجه دولنا جميعا، الدول العربية، وثانيا لتنسيق المواقف، وثالثا لدعم جمهورية مصر العربية وتمكينها من اللعب دورها كاملا، لأننا نعتقدها بأنها ركن أساسي من أركان النظام العربي. والحقيقة نأمل إن شاء الله أن تكون لهذه الزيارة نتائج طيبة، أولا على الصعيد السياسي، ثاني شيء على الصعيد الاقتصادي، وثالثا على الصعيد الثقافي. وجلالة الملك على رأس هذا الوفد ويجتمع مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون لها مردود على مصلحة البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين. حب جلالته وبيشرف مصر، ومصر دائما مع البحرين وهي على علاقة حسنة عبر القرون. بنقول له أهلا وسهلا في أهلك وفي وطنك، مش هنقول الثاني، هنقول في وطنك وأهلك وناسك وأحبائك، في علاقات نافعة دائما، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فما بالك لو كانت كثيرة، وفي كل المجالات العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية، وبنتمنى المزيد دائما والاستمرار. نأمل يعني لتسويق سياحي، أن بعض الأوقات ندخل في البحرين إلى مصر، مثلا السواح الأوروبيين اللي يجوا مثلا شرم الشيخ أو القاهرة كذا، يقدرون أن يوصلون إلى دول الخليج عن طريق البحرين، بدل ما يرجع أوروبا مباشرة، فيكون في نوع من التكلفة، تقليل التكلفة، يجي يشوف دول الخليج بالذات البحرين. إحنا لذلك جايين الآن مصر عشان نبين المزايا أو البنية السياحية الموجودة عندنا في البحرين. وبعدين السوق المصري سوق كبير جداً للمصريين والعرب والأجانب الأوروبيين خصوصاً عندما يأتون إلى الكل، فإذا قدرنا إحنا نكون في نوع من التعاون مع بعض، فننمي الجهتين، المصريين يستفيدون من السوق البحريني وإحنا نستفيد من السوق المصري، فنكمل الآخر. دور البحرين معروف من زمان، هي دائماً مساندة لموقف مصر في كل القضايا وكل المشاكل وكل الأزمات. وطبعاً دي مش جديد على البحرين، ده موقف قديم وسياسة متأصلة في الشعب البحريني والحكومة البحرينية، وطبعا المساندة والتعضيد من جانب البحرين لمصر أو من مصر للبحرين ده متواصل على طول على مدى الأزمان والعقود. يعني احنا نطلع متأكدين ان هذه الزيارة بلا شك تسهم في تعزيز العلاقات البحرينية المصرية اللي هي في الأساس علاقات قوية متينة مبنية على العلاقات العربية المبنية على أساس صادق وأساس متعاون. وإحنا طبعا البحرين دائما بفضل قيادة جلالة الملك فإن إحنا نسعى لنوطد علاقاتنا مع جميع الدول العربية. موضوع التعاون العربي مع البحرين أو التعاون البحرين مع الأمة العربية أو الدول العربية، هذه من الأمور الأساسية والاستراتيجية بالنسبة حق السياسة الخارجية البحرينية. لذلك جلالة الملك مشكورا حريص على أنه يعزز هذه العلاقات بالذات مع الدول المؤثرة مثل جمهورية مصر العربية أو دول الخليج الشقيقة، فهذا الحرص لا شك سيأتي ثمارة في أن العلاقات البحرينية المصرية راح تكون وتستمر، هي علاقات قوية وعلاقات متينة وعلاقات مبنية على التعاون المشترك.